بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع مكتسبات قبلية في تفاعلات الأكسدة إرجاع. في هذا الجزء الثاني راح نتعرف على كيفية موازنة المعادلة النسبية الإلكترونية من ثنائية، يعني من ثنائية نجبد المعادلة، هذه المعادلة النسبية الإلكترونية. كنا أعزائي في الفيديو اللي سبق كنا شفنا المؤكسد وعملية الإرجاع، وتعرفنا على كيفية كتابة المعادلة النسبية الإرجاع، وبعد شفنا المرجع وعملية الأكسدة، وبعد المعادلة النسبية الأكسدة، وبعد تعرفنا على الثنائية مؤكسد مرجع، واللي تتكون من مؤكسد ومرجع مرافق له. وعطيتكم بعض الأمثلة، وقلت لكم باللي في الجزء الثاني راح نتعلم كيفاش نوازن هذه المعادلة النسبية الإلكترونية للأكسدة والإرجاع، أي كومو إكيليبري إن دومي إكواسيون ريدوكس يسموها. عندنا خمس خطوات نتبعها. الخطوة الأولى نجي نكتب هذا الثنائية اللي راي عندي أوكسيدون ريدوكتور، نكتبها على الشكل أوكسيدون يساوي، ندير يساوي في مكان السلاتش هذا، ندير يساوي. هذه الخطوة الأولى. دونك نعطيكم مثال، مثلا لهنا هاني داير لهنا مثال، عندنا الام ان شريدة البرمنغانات، الام ان او كاتب موا، ويعني هذه ثنائية لهذا المؤكسد وهذا المرجع، اي شوارد المنغانيز الام ان دو بلوس، وهذه الثنائية جات سابقا في البكالوريا. درك نحاول كيفاش نوازنها، يعني نجي نكتب هذه الام ان او كاتب موا، ندير في مكان هذا السلاتش ندير تساوي، هذا واش كاين. درك نواسوها. عندنا الخطوه الثانيه، نوازن الذرات باستثناء الاكسجين والهيدروجين، يعني هذا الذرات ما عدا الهيدروجين والاكسجين نسموهم الزيتيرو اتوم. هنا في الموازنه، يعني في الخطوه الثانيه، راح نستعمل المعاملات والاعداد الستوكيومتريه. ثالثا، نوازن ذرات الأكسجين عن طريق إضافة جزيء الماء. يعني نجي نوازن هذه الذرات، يعني حتى تتم موازنة الأكسجين نضيف عددا من جزيئات الماء الأشدوز. الخطوة الرابعة، نقوم بموازنة ذرات الهيدروجين عن طريق إضافة شوارد البروتون H+. والخطوة الخامسة والأخيرة، نوازن الشحنات الكهربائية، يعني دو بلوس دو موا إلى آخره، عن طريق إضافة إلكترونات، يعني راح نضيف أي نضيف إلكترونات إلى الجانب الذي يحتوي على فائض من الشحنات الموجبة، وهذا لتوازن الشحنات الكهربائية. نبدأ كمثال أول، عندنا ثنائية أم أن أو كاتب موا والأم أن دو بلوس، هذا هو المؤكسد وهذا راهو المرجع، صح، يعني المرجع المرافق له. نجي الخطوه الاولى اللي نبداو بها، يعني الام ان او كاتموا هو شريده البرمنغانات، ويا بنفسجيه اللون، والاخرى الام ان دو بلس المنغانيز ما عندوش لون. اذا واش نجي نكتب؟ نكتب يعني أول الخطوة الأولى، نجي نكتب أم أن أو كات موا أكو تساوي أم أن دو بلس، هذه أول خطوة نقوم بها. طيب بس نجي في الخطوة الثانية، الخطوة الثانية نوازن كامل الذرات ما عدا الأكسجين والهيدروجين، معناتها هنا عندي انحفاظ عنصر المنغنيز، هنا انحفاظ عنصر المنغنيز، يعني اللي هو الأمآن، صح. قوم بالموازنة، نجي المنغنيز عندي هنا عندي وحدة، ولا هنا عندي وحدة، إذن ما عندي ما نزيد، نعاود نكتب غير هذيك التحت، هذا مكان، يعني نجي ندير هكا، أي أم أن أو
كات موا ما كان ندير هذيك اكو باش ما نضيعوش الوقت تساوي ام ان دو بلس خلاص. يعني هنا وزنت عنصر المنغنيز عندي وحده منها وحده منها. عندي الخطوه الثالثه وهو انحفاظ عنصر الاكسجين وزن الاكسجين انحفاظ عفوا عنصر الاكسجين طريق عنصر الاكسجين. لاحظوا جهة المؤكسد هذه جهة المؤكسد وهذه جهة المرجع باش تفهموا كي نكون نتكلم. جهة المؤكسد راهو عندي ربعة تاع الأكسجين عندي ربعة تاع عناصر الأكسجين. جهة المرجع مكاش كامل. إذن واش نجي ندير؟ نجي نكتب أم أن ندير الأو بالأحمر بتعرف بلي راني نوزن في الأكسجين أو كات موا واش تعطينا؟ تعطينا ام ان دو بلوس بلوس. درك واش نجي نضيف؟ نضيف جزيئات الماء. واش نضيف؟ نضيف جزيئات الماء اللي هي الاش دو زو. اش دو زو اللي هو سائل بالطبع. شعال نضيف من جزيء اللي هنا عندي ربعة اللي هنا ربعة. اذا نضيف العدد اربعة. هو العدد اربعة خلاص صح. اذا صبحوا عندي ربعة اكسجين من جهة المؤكسد وربعة اكسجين من جهة المرجع. هاي ظهرت عندي ذوك ظاهرة جديدة. ظهروا عندي ثمانية تاع الهيدروجين جهة المرجع وجهة المؤكسد مكاش كامل الهيدروجين. اذا ننتقل الى الخطوة الرابعة. الخطوة الرابعة وهو انحفاظ عنصر الهيدروجين معناتها نوازن الهيدروجين انحفاظ عنصر الهيدروجين. طيب ما عليناش. وهذا بإضافة بروتونات مميهة. بروتونات مميهة اللي هي الاش بلس صح. كيفاش أستاذ؟ يعني جايك عندنا ام ان او كات موا بلس هنا نضيف البروتونات المميهة. هاي وراهي معناتها مميهة اكو لهنا صح. تعطينا ام ان دو بلس بلس الاش. شعال عندي لهنا من اش عندي ثمانية صح. يعني الاش دو لهنا عندي هكا اربعة باش نوضحوا الامور. اش دو صح معناتها بالجهة هذه منا من جهة المرجع راهم عندي ثمانية منا لازم نزيد نوازن. إذن أنا واش ندير؟ ندير ثمانية. إذن باش وزنت عنصر الهيدروجين أضفت بروتونات مميهة خلاص. درك بقات لي الخطوة الأخيرة. الخطوة الأخيرة الخامسة والأخيرة وهي انحفاظ الشحنة بواسطة الإلكترونات. انحفاظ الشحنة بواسطة الإلكترونات. طيب يعني يحب يقول لهنا عندي ام ان او كات ايوه وموا الشحنة هاي ليك موا ديرها بالأحمر صح. نزيدو هنا اكو بلوس البروتونات عندي ثمانية بروتونات يعني ثمان شحنات موجبة زيد ومن بعد بلوس ايه مميه بروتونات مميه بلوس خليها كيما راهي تساوي تعطينا اي ام ان دو بلوس اللي راح بالعقل باش الناس كامل تفهم صح بلوس كات اش دو
صح، معناتها الشحنات كامل درتهم بالأحمر. صح، شوفوا معايا مليح، طلعت شوفوا اللهنا، اللهنا عندي جهة المؤكسد، يعني الجهة هذه جهة المؤكسد. واش عندي؟ عندي شحنة سالبة زائد 8 شحنات موجبة، صح؟ واش تعطينا؟ تعطينا 7 شحنات موجبة. طيب هذه جهة المؤكسد. طيب جهة المرجع، الجهة اللي منا جهة المرجع، واش عندي؟ عندي جهة المرجع عندي شحنتين موجبتين. طيب معناتها واش نجي ندير ونعرفوا باللي شحنة الإلكترون هي سالبة، وحدة سالبة. طيب إذن اللهنا لاحظ الجهة هذه عندي شحنتين موجبتين، والجهة هذه عندي 7 شحنات موجبة، 7 شحنات موجبة. يلزمني نرجع كل جهة فيها زوج موجبة زوج موجبة. إذن واش نجي ندير؟ نضيف جهة المؤكسد، نضيف 5 إلكترونات. نضيف ماذا؟ 5 إلكترونات، هاي 5 إلكترونات. هكا نكون وزنت الشحنة الكهربائية. نعطيكم مثال آخر، هاي عندك ثنائية أخرى CR2 أوسات 2 وعندي CR3+. هذه اللي منا CR2، هذه جات، هذه الثنائية جات كذلك، جات سابقا في بكالوريات سابقة. هذه شاردة CR2، هذه شاردة البيكرومات، هذه اللون تاعها برتقالية اللي شفناها من قبل تعلي فيها شاردة البرمونغانات بنفسجية. هذه الشوارد اللي يتميزوا بالألوان نحتاجهم في المعايرة اللونية، صح. وهذه اللي منا CR3+، هذه شاردة كروم، شاردة الكروم، هذه اللون تاعها خضراء، صح. يعني كي نديرو حنايا مزيج عندي اي محلول ويكون اللون تاعو برتقالي، نعرف بلي راهي متواجده فيه. هذا دليل على وجود شاردة البيكرومات، ولا بالفرنسي يسموها ديكرومات. ولا وكي يولي اللون يتحول الى الاخضر معناتها راهي عندي شاردة الكروم، لانه ما عنديش النحاس الان، ايون شاردة الكروم نسموها ايون كروم، صح. نجي نبدا بالخطوه الاولى واش هي؟ وهي نجي نكتب كما تعودنا، نكتب CR2 او 7 دو موا اكو، ودير في بلاصة السلاتش هذاك ندير تساوي، يعني تولي CR3+ اكو، صح. نجي نوازن الكروم، نجي ثانيا واش ندير؟ نوازن الكروم ما عدا الاكسجين والهيدروجين، نوازن الكروم، اي نوازن CR الكروم، صح. تولي عندي CR2، صح، او 7 دو موا اي اكو تساوي CR3+ اكو. طيب من جهة المؤكسد عندي عنصرين تاع الكروم، من جهة المرجع عندي وحدة. اذن واش تزيد؟ نزيد الاثنان لهنا، هيا باش نوازنها. ننتقل الى الخطوة الثالثة، وينجي نوازن الأكسجين بإضافة جزيئات الماء H2O. طيب
يعني نلاحظوا ان هنا في هذه المعادله هنا راهو عندي جهه المؤكسد راهم عندي سبعه، جهه المؤكسد عندي سبع ذرات تاع الاكسجين، اما جهه المرجع يخصونا سبعه، يخصوا سبع ذرات. نجي واش ندير؟ نضيف سبع جزيئات تاع ماء، نضيف سبع جزيئات تاع الماء. اذا Cr2 O عفوا O سات دو موا صح، تعطينا زوج Cr3 بلس زائد سبعة جزيئات تاع ماء، سبعة H2O. علاش؟ لأنه جهة المؤكسد عندي سبع ذرات تاع الأكسجين، جهة المرجع يخصو سبعة، إذن نضيف سبع جزيئات تاع الماء صح. الآن نجي نوازن الهيدروجين، الخطوة الرابعة نوازن الهيدروجين بإضافة البروتونات. طيب معناتها لاحظوا أن جهة المرجع اللي هنا عندي 14 ذرة تاع الهيدروجين، جهة المؤكسد يخصني 14 ذرة تاع الهيدروجين. إذن واش نزيد؟ نجي نضيف 14 بروتون مميه، نضيف 14 بروتون مميه، معناتها Cr2 O7 دو موا بلس، دوك نكتبو هنا 2 Cr3 بلس 7 H2O صح. هنا واش نجي ندير؟ نضيف 14 بروتون مميه اكو. طيب دوك واش نبقى للخطوه الاخيره؟ نجي نوازن الشحنات، خامسا نوازن الشحنات بإضافة إلكترون. معناتها عندي Cr2 او سات، هنا عندي دو موا الشحنات نكتبهم بالاحمر صح، بلس اش هذه اكو بالطبع اكو طريبيا، هذا البروتون المميه شحال عندي؟ عندي 14 شحنه موجبه غير بالعقل. درك لازم نضيفوا الالكترونات، درك نشوفوا شحال من الكترون رايحين نضيفوه. تعطينا Cr3 بلس، يعني عندي 2 Cr3 بلس طريبيا صح، زائد 7 H2O، H2O ما فيهمش الشحنات، هذه اد وهذه اك طريبيا. شوفوا معايا مليح، روحوا المسودة، جهة المؤكسد الشحنة الكهربائية، يعني الجهة هذه عفوا جهة المؤكسد عندي شحنتين سالبتين زائد 14 شحنة موجبة، زيد واش تعطيني؟ تعطيني 12 شحنة موجبة خلاص. جهة المرجع، جهة المرجع واش عندي؟ عندي 6 شحنات، تقدر تقول 2 × 3 6 شحنات موجبة، معناتها عندي 6 شحنات موجبة خلاص. إذن ونعرفوا باللي شحنة الإلكترون هي سالبة 1-. طيب معناتها واش نجي ندير؟ نضيف 6 إلكترونات جهة المؤكسد باش نوازن الشحنة الكهربائية. نجي نضيف 6 إلكترونات، هكذا راني قمت بموازنتها
صح. نزيد ثانية ثنائية أخرى جات في بكالوريا سابقا، وهي اللي رأي أمامكم اليود وشريدة اليود، يعني كما قلت لكم هذه واردة في بكالوريا، ما علينا إلا نجو نكتبوها كما هك إي دو يساوي إي واحد إي موا، صح إي موا طريبيا، معناتها أن هنا ما عندي لا أكسجين من ألا نجي أول حاجة نوازنهم، صح نوازن اليود إي دو ولا هنا إي موا أكا حب يقول يولو إثنان، عندي الأكسجين باش نوازنه ما عنديش لا جهة المؤكسيد لا جهة المرجع، عندي الهيدروجين باش نوازنه ما عنديش الجهتين، إذن واش نجي نوازن؟ نوازن الشحنات الكهربائية، جهة المرجع عندي شحنتين سالبتين، إذن واش نضيف؟ نضيف إلكترونين جهة المؤكسيد، إذن E2 هاي E2 أكو أي مومية زائد إلكترونين هاي الشحنات كامل نديرهم بالأحمر، هاي اثنان هكذا رانا قمنا بموازنة الإلكترونات طريبيا. نزيد لكم ثانية ثنائية أخرى اللي هي الثنائية اللي فيها شريدة الحديد الثلاثي كمؤكسد وشريدة الحديد الثنائي كمرجع، وقلنا باللي شريدة الحديد الثنائي أنفوليت سيتان أنفوليت، يعني مرات نصيبه مرجع مرات نصيبه مؤكسد، كنطيتكم مثال على هذا في الجزء الأول صح. إذن واش نجو نديرو؟ حاجة سهلة نكتبو اف او 3 بلس ونديرو تساوي اف او 2 بلس بلس، عادي جدا في الجهة المؤكسد عندي ثلاث شحنات موجبة، جهة يعني ما عندي لا أكسجين لا هيدروجين خلاص، إذن نوازن إلا الشحنات فقط، جهة المؤكسد ثلث شحنات موجبة، جهة المرجع شحنتين موجبتين، إذن نجي من جهة المؤكسد نضيف شحنتين نضيف إلكترون واحد هكا 3 بلس طريبيا أكو مومية زائد هكا و أف أو مومية هكا صح، إذن نضيف إلكترون واحد هذه هي. نزيد في هذا المثال الأخير ثنائية هذه عندي هنا أن أطروا موا اللي هي شريدة النيترات، هذه شريدة النيترات طريبيا شريدة النيترات، واللي هي عندي غاز غاز خطير اللي هو أحادي أكسيد النيتروجين، أحادي أكسيد النيترو يعني النيتروجين أيوه صح، أول الأزوت أو نسموه مونوكسيد مونو مونو بالفرنسي محسوب واحدة مونوكسيد دازوت طريب، واش نجي ندير كيما موالف نكتب تساوي NO 3 موا تساوي NO هذا المكان، ان الان والان راهي وحده منا وحده منا ما عنديش اشكال، عندي الاكسجين لازم لي نوازنه، نوازن الاكسجين باضافه جزيئات الماء، معناتها عندي الان NO 3 موا تعطينا الان NO اللي هو غاز بلس، شحال نزيدو ان نزيد الاش دوزو اش دوزو صح اللي هو بالطبع وسائل صح، معناتها هنا شحال عندي اكسجين جهة المؤكسد عندي ثلاثة، جهة المؤكسد عندي ثلاثة منا هاي وحدة لهنا، معناتها لهنا نضيف جزيئين تاع الماء باش يولوا الاكسجين ثلاثة ثلاثة، درك هاو عندي الهيدروجين هنا راه عندي ربعة، إذن واش نجي ندير؟ نجي نوازن
الهيدروجين يعني ربعة جهة المرجع بصح جهة المؤكسد ما كان والو. إذن واش نجي ندير؟ نجي NO 3 موا بلس درك نشوف شحال نضيف من البروتون المومية تعطينا NO زائد 2H2O، معناتها نضيف شحال من بروتون مومية عندي هنا ربعة، معناتها نضيف ربعة أي أربع بروتونات مومية صح. خلاص هيدروجين وزنة الأكسجين صح. وكواش يبقى لي الشحنات، قالت لي الشحنات طريبة. شوف معايا مليح بالنسبة لي الشحنات، عندي وحدة هنا جهة المؤكسد عندي وحدة سالبة زائد أربعة موجبة تعطيني ثلاثة موجبة طريبة. هكا رانا متفاهمين، معناتها هادو باش نوزنهم لازم نضيف لهم ثلاث إلكترونات، نضيف ثلاثة إلكترونات. يحب يقول أن أو طروا لو نكتب زائد أش هكا ومن بعد بلوس نديرو درك أكو صح أكو مومية، ومن بعد هنا نشوفو شحال نضيفو من إلكترون، ومن بعد هنا ما عنديش كاع الشحنات من الجهة الأخرى أن أو غاز بلوس دو أش دو زو ليكيد سائل طريبيا. يحب يقول أن أو طروا عندي شحنة سالبة لهنا أربع شحنات موجبة، معنتها قلنا نضيفو ثلث إلكترونات أي ثلث شحنات سالبة. أنظر فيها بركة هذا الفيديو، نلتقي أعزائي الطلبة في الفيديو المقبل إن شاء الله، راح نتعرف على معاد وهذاك الجزء الثالث هو الصح، يعني تمارين الوحدة الأولى هذه المتابعة الزمنية مبنيين على معادلة التفاعل الأكسدة الإرجاعية. كيفاش جينا هذا؟ راح نشوف مثلا نعطيك ثنائيتين MN أوكات موا وام ان، نعطيك مثال مثلا نقول لك خلال تفاعل شوارد البرمنغانات مع شوارد الحديد الثنائي في وسط حمضي راح يحدث انتقال الكترونات من كذا الى كذا، يعني هنا وعندي الثنائيه نعطيك زوج ثنائيات اف او 3 بلس حديد ثلاثي مع والحديد الثنائي، معناتها أنا وشرح اللغز اللي هنا، معناتها راح تتفاعل شوارد البرمنغانات مع شوارد الحديد الثنائي، يعني راح يكون عندي راح نكتبه النصف معادلة تاع شوارد البرمنغانات ومن بعد النصف معادلة تاع شوارد يعني زائد شوارد الحديد الثنائي يعني المؤكسد تاع الثنائية الأولى مع يتفاعل مع المرجع تاع ثنائيه ثانيه. هذا واش راح نشوفه في الفيديو المقبل. ومن بعد نتجمعوا، كي نتجمعوا لهنا لتحت راح نتحصلوا على المعادله التفاعل الاكسده الارجاعيه، كي نتجمعهم هذا هو يعني تقدر تقول هذو هما التمارين تاع الوحده الاولى اللي في الاكسده الارجاعيه. المهم ما نطولش عليكم أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم في الجزء الثالث إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.